هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة. كتاب التربية الإسلامية للصف السادس، الجزء الثاني، الدرس 21، صفحة من 76 إلى 78. القلقلة، مراتبها، تلاوة وتجويد. أتلو الآيات الكريمة الآتية. أولاً، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما صدق الله العظيم. سورة القدر، الآية الأولى، الخط تحت كلمة القدر. ثانياً، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق الإنسان من علق. صدق الله العظيم. سورة العلق، الآية الثانية، الكلمة التي تحتها خط علق. ثالثا، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبت يدا أبي لهب وتب. صدق الله العظيم. سورة المثل، الآية الأولى، أتأمل وألاحظ. إذا تأملت الكلمات التي تحتها خط في الآيات الكريمة السابقة، فإني ألاحظ حرف الدال ساكنا في الآية الأولى وقد جاء في وسط الكلمة، فيكون حكم التجويد فيه قلقلة صغرى. وفي الآية الثانية جاء حرف القاف في آخر الكلمة ساكنا عند الوقف عليه وغير مشدد، فيكون حكم التجويد فيه قلقلة وسطى. وفي الآية الثالثة ألاحظ أن حرف الباء جاء مشددا في آخر الكلمة ويصبح ساكنا عند الوقف عليه، فيكون حكم التجويد فيه قلقلة كبرى. فما القلقلة الصغرى والوسطى والكبرى؟ مراتب القلقلة تنقسم إلى ثلاثة: قلقلة صغرى، قلقلة وسطى، وقلقلة كبرى. مراتب القلقلة: للقلقلة ثلاث مراتب. القلقلة الصغرى، إذا كان الحرف ساكنا في وسط الكلمة فإنه يهتز اهتزازا بسيطا عند النطق به، ومثاله: أقسم، القلقلة الوسطى، إذا كان الحرف ساكنا في آخر الكلمة وغير مشدد فعند النطق به يهتز اهتزازا أكبر من الاهتزاز الذي في القلقلة الصغرى، ومثاله: فانصب. القلقلة الكبرى، إذا جاء حرف القلقلة في آخر الكلمة مشددا فإنه ينطق ساكنا عند الوقوف عليه، وحينئذ يهتز اهتزازا أكبر من اهتزازه في القلقلة الوسطى عند النطق به، ومثاله: الحق. أقوم تعلمي وأدائي. أكمل الفراغ فيما يأتي بما هو مناسب من مراتب القلقلة. ألف، إذا جاء أحد حروف القلقلة ساكنا في وسط الكلمة فإن القلقلة تكون فراغ. ب، إذا جاء أحد حروف القلقلة ساكنا غير مشدد في آخر الكلمة فإن القلقلة تكون جيم، إذا جاء أحد حروف القلقلة مشددا في آخر الكلمة ونطق به ساكنا بسبب الوقف فإن القلقلة تكون. ثانيا، أضع خطا أسفل حرف القلقلة وأنطقه وأبين مرتبتهم. لدينا جدول مكون من عمودين، العمود الأول هو الآية الكريمة والعمود الثاني هو مرتبة القلقلة. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. ما مرتبة القلقلة هنا؟ ثانيا، قال الله تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ صدق الله العظيم. ما هي مرتبة القلقلة هنا؟ التالي قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صدق الله العظيم. ما هي مرتبة القلقلة؟ قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبت يدا أبي لهب وتب. صدق الله العظيم. ما هي مرتبة القلقلة؟ وأخيرا قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. صدق الله العظيم. ما هي مرتبة القلقلة؟ التلاوة البيتية. أرجع إلى المصحف الشريف سورة الأحقاف، ثم أولا أتلو الآيات الكريمة من الآية الأولى إلى الآية الثامنة تلاوة سليمة، مراعيا ما تعلمته من أحكام التلاوة والتجويد. ثانيا أستخرج أمثلة على القلقلة وأدونها في دفتري. انتهى الدرس.